لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين المضطهدين المشردين في الأوطان. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. السلام على الكبد المقطع بالسموم، السلام على غريب خراسان، السلام على غريب سر من رآه، السلام على من هدمت قبته بسام الرأى، وعلى الملائكة الحافين بحرمكم الشريف المستغفرين لزواركم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، قبرون تضمنا من سلالة حيدر قمرا يشق حنادس الظلماء. يا
زائر إلى سامراء، هذا هو القبر الذي تقف عليه. قبر على شرفا على مسها وعلى بساكني على الجوزاء. من بهذا القبر؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء. ليش؟ أين ولادته؟ في المدينة، ولكن أين مدفنه؟ بسر من رأى. أنا أوك بغيا، ظلم أخذوه من المدينة مو باختيار. أنا أوك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملآ من الشحناء. كم معجز، معاجز حدثت على يده، كم معجز لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار. نور ذكائك إن يجحدوك، وطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقلة عمياء. برًا وتعظيما أروك وفي الخفاء يسعون في التحقير والإيذاء. فقضيت وإمامة وسيدة، فقضيت بينهم غريبا نايا. لذلك تصرخ وغريبا بأبي فديتك من غريب نائي. قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلائي. فقطعت السموم كبدك إربا إربا بأرض غربة بعيدا عن أهلك وعشيرتك. فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولأمزجن مدامعي بدمائي. لمن العزاء يا أهل العزاء؟ لفاطمة الزهراء، لأم الأئمة، كأني بها قد وضعت المأتم على ابني الهادي. لحاد يا خاتون النسى يم الميامين ويا الزهرة. عاشر أولادك مات وسفة ما حضرتين، شبدة تراه مقطعة بسم الملاعين، والموتة ماجت سماوات العلية. أول يا زهرة من المدينة ياخذونه، طلعوا من المدينة ظلم وعدوان، وتالي بسمهم يا حزينة يجتلونه، وانتي مجيتي عند موته يا مصونة. عندك خبر بالله جرى يا هاشمية؟ بعد نصور إلى الزهراء صورة. ليتك نظرتين الإمام العسكري نوح، ولد قاعد أبوه عند أبوه، لكن هذا الأبو يموت مموت طبيعية، السم مقطع كبدين وقد تقطعت إربا إربا، وهو يقبض يمينا يبسط شمالا كالمواسي كالسكاكين
يشعر بتقطع كبده. نقول لك يا زهرة يا أم الأئمة يا صاحبة العزاء، ليتك نظرتين الإمام العسكري نوح يضرب على رأسه ويلطم، ما يلام ما يلام أبو محمد، ليتك نظرتين الإمام العسكري نوح، يا موالده جالس أمن القلب مجروح ويقول قبلك ريت مني راحت الراح، ولا عاين مصرعك يا ابن الزكية. رخت الزهراء وولدا وفجعتا لن البتولة تصيح أدري بالجرى وصار عدها علم، كل ما على أولادي يصير تجيني أخبار قلبي على أولادي يا شيعة يا شيعة مشتعل نار، بس انتعب وابجي وعبراتي جرية مدري يا شيعة لأي مصيبة أهل دمعي. هذا مصايب وايد أم الأئمة. أنا مدري يا شيعة لأي مصيبة أهل دمعي، أبكي الغصب حقي لو أبكي الكسر. يا سيد لما أذكر إلك تكسر أضلاع الزهرة أو أشير إلى ذلك قطعا قلبك يتألم من مصاب جدتك الزهراء أم الأئمة. أنا مدري يا شيعة لأي مصيبة أهل دمعي، أبكي الغصب حقي لو أبكي الكسر. ضلعي نوبا ولي ولي نوبا على المسموم، نوبا يا خلق الله على المسموم. أنعي ونوب على اللي ذبحوا بالغاضرية. بعد يا زهراء قالت نوب على اللي مددوهم في الأساسات، ونوب على اللي تصيروا في الأسطوانات، كل فاجعة تسليس واللي بشط الفرات. إيه هذا أعظم المصايب، كل فاجعة تسلب سوى اللي بشط الفرات، انذبحوا عطاشة وبالشمس ضلوا رمية. آلي أنا أبكي على أولادي ذبايح ذبايح يا معاشو، وانا نصبت العزال ليهم وصات لقبر، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، واعظم علي صرخة الناعي على حسين على حسين وحزني على حسين، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعلى ظالمي آل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين. قول سيدنا ومولانا أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه، الحسد ماحي الحسنات جالب المقت، طيب أفواهكم عطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم هي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، امتداد طبيعي لكتاب الله. من هنا قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فأهل البيت من دونهم لا يكتمل القرآن، يبقى ناقص العطاء، لأن القرآن يحتاج إلى ترجمة، وأهل البيت هم المترجم للقرآن، يترجمونه في أفعالهم في أقوالهم في صفاتهم. فحينما يتكلم المعصوم أي كلمة هي انتزاع من القرآن. فعلى سبيل المثال هذه الكلمة التي قرأناها لصاحب هذا اليوم عليه السلام هي منتزعة من القرآن. القرآن حارب الحسد، مرض الحسد حاربه القرآن، وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني الإنسان اللي يرتكب جريمة الحسد هذا يحارب الله، يعترض على الله: ليش عطيت فلان كذي؟ ليش عطيته هالشكل؟ فهو يحارب بالدرجة الأولى الباري عز وجل. أهل البيت يترجمون القرآن، فالإمام الهادي حينما يتكلم عن الحسد يذكر لنا صفتين من صفات الحسد. يقول عليه السلام: من أجل أن نبتعد، الله يبعدنا إن شاء الله ويبعد كل المؤمنين عن هذا الداء الوخيم الحسد، الحسد ماحي الحسنات جالب المقت. يعني اعلم ذاك البعيد لما الإنسان يتصف بالحسد، أولا أول أثر للحسد يؤثر على حسنات الإنسان، حسنات الإنسان من صلاة من صيام من تعزية من حج من عمرة من زيارة، كلها تتأثر بالحسد. ولذلك ورد عن الباقر عليه السلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحطب يعني أعشاب البر، تجمعها تشعل بها النار تنتهي في لحظات. كذلك الإنسان ذاك البعيد إذا حسد إنسان أول ما يؤثر على شنو؟ حسناته، تروح تتبخر. وطبعا أنا وأنت ما نحب حسناتنا تروح تحترق، لذلك لما نشوف نعمة عند إنسان رأسا أقول: اللهم أعطه وزده مثلها، وأعطني كما أعطيته، الله كريم أو لا، عشاه أن يكون بخيلا سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا الحسد جالب المقت. المقت يعني الكره، إنسان يمقت إنسان يعني يكره. فالله عز وجل لا يحب الإنسان الحاسد، الحاسد الله ما يحبه، وإنما يبغضه. أولا الله يبغضه، ثانيا الناس. هل رأيت إنسانا ذاك البعيد يتصف بالحسد الناس تحبه تقدره تقيم إلى وزن؟ لا، كلما نظروا إليه قرأوا المعوذتين، عوذوا من شره. زين، فإذا الإنسان يتنور بكلام الإمام الهادي عليه السلام، كلما قرأ هذه الكلمة وتذكر أنه سمعها يوم شهادة
الإمام الهادي عليه السلام ابتعد عن الحسد، بل أنه يخبر الآخرين بما سمع عن الإمام عليه السلام. طيب، بعد أن تنورنا بهذه الكلمة الجميلة للإمام الهادي، نعيش شيئا من حياته الشريفة لنقتدي به، فهو قدوة وأسوة بأبي وهو وأمي. فأولا نتعرف عليه، من هو الإمام الهادي؟ هو عاشر الحجج، علي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. سلسلة ذهبية لو قرأت على مجنون لأفاق من جنونه. هذه السلسلة الذهبية نور، هنا هلا كما يقول الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأما أمه فهي سمان المغربية، جارية عظيمة القدر، اشتراها الإمام الجواد عليه السلام وأنجبت له الحجة من بعده، وهو الإمام الهادي، مع أنه كان متزوج أم الفضل بنت المأمون، ولكن ما أنجب منها شيء، وإنما قال لها: إنك لا ترزقين مني ولدا، غرك خدعك الذي أمرك بسمي وبقتلي. وكانت ذريته من هذه المرأة الجليلة، إذ أنجبت إمامنا الهادي صلوات الله عليه. وذلك في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 212 هجري، وذلك في صريا بين مكة والمدينة. واقعا هذا الميلاد في هذا الشهر العظيم له ثمن، له قيمة، لذلك المؤمن يتوجه إلى الله في هذا الشهر العظيم. وماذا يقول؟ اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب. من هما؟ محمد بن علي الثاني، يعني منه الجواد، وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب إليك بهما خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه ورغب. دعاء جدا جميل يقرأه المؤمن في هذه الأيام والليالي. فولد الإمام في ذلك الوقت، وعاش من العمر 42 سنة، منها مدة إمامته 34، ولقي ربه شهيدا على إثر سم دسه إليه المعتز العباسي عليه اللعنة، وقطع كبده إربا إربا في اليوم الثالث من رجب سنة 254، واهتزت سر من رآه بشهادته، وتزلزلت بأهلها، الكل يصرخ وإمامه من المؤمنين. ويتجدد المصاب علينا كلما جاء هذا اليوم العظيم في توديع هذا العظيم صلوات الله عليه. ودفن في سر من رأى بداره الشريفة، وأصبح قبره مزارا عظيما، وقد دفن معه ابنه العسكري، والزائر يقف على ذلك المقام العظيم، وقل سلام الله وقف على ذاك المقام الممرع الأخضري. هم الأولى دلوا على مذهب مثل الصباح الواضح المسفر نور. وحاول التكفيريون إزالة هذا المقام العظيم لما رأوا من عظمة له تلك القبة الذهبية الشامخة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره المشركون. فبقي هذا الصرح وسيبقى على مر الزمن ملجأ المؤمنين. عندك حاجة متعسرة حتى من بعد، تسأل الله باسم الإمام الهادي تقضى، ما تطلع من هذا المأتم إن شاء الله إلا مقضية إن شاء الله بحق هذا الإمام العظيم. كل من سألوني الدعاء وأرادوا مني أن أدعو على هذا المنبر أدعو لهم هذا اليوم وهذه اللحظات وآخر ساعة من ساعات هذا اليوم مع صاحب هذا اليوم عليه السلام. كنيته يكنى بأبي الحسن الثالث، وأشهر ألقابه الهادي النقي صلوات الله عليه.
هاي بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما الأمر الثاني النص عليه بالإمامة وتوليه إياها، هناك عدة نصوص، منها قول أمية بن علي القيسي: قلت لأبي جعفر الثاني من القائم من بعدك؟ فقال ابني علي. هذا الإمام من بعد ما في إشكال، زين، حتى تولى شؤون الإمامة وعمره 7 سنوات أو 8، وذلك بعد شهادة أبيه الجواد 220 هجري. مع صغر سنه جعل المدينة بمنأى عن حكم بني العباس، حتى ارتفعت التقارير، الناس تمر بأمر الجواد، بالأمر الإمام الهادي ابن الجواد، الناس تأخذ بعلمه بفضله بأوامره بنواهيه، معناها بأن هناك دولة في دولة. فارتفعت التقارير إلى المتوكل بأن ابن الرضا يجمع المال والسلاح في داره لقيادة انقلاب عسكري ضدكم. ما كان من المتوكل إلا أن أرسل بعثة فتشت دار الإمام، ليس بها شيء، قرآن، كتاب دعاء، هذا كل شيء موجود، ولكن غرض المتوكل أخذ الإمام من المدينة إلى سامراء ليكون رهن الإقامة الجبرية وقريبا من عيونه ومراقبته. المدينة ما قبلوا لما علموا بأن النظام العباسي يريد أخذ الإمام، كلهم وقفوا. ليش؟ لأن الإمام يشكل لهم شيء عظيم جدا، فهو السلالة الطاهرة من أبناء رسول الله، إمام معصوم. اثنين رأوا فيه عبادة النبي الأكرم محمد، يقول يحيى بن هرثمة: كان الإمام الهادي ملتزما بالمسجد ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا، عبادة ما يعرف غير العبادة. ويقول القطب الراوندي: كان عليه السلام يقوم الليل كله وعليه جبة صوف وسجادته على حصير، عبادة شلون كانت عند الإمام، زين. فهذه العبادة بهرت العقول، هي عبادة رسول الله تماما صلى الله عليه وآله، ووجدوا في الإمام إنسانا متواضعا، أخلاق راقية، يطب البستان يحرث بإيده، ما يسمح إلى العمال يعملون، هو اللي يشتغل. حتى التفت إليه علي بن حمزة وقال: يا ابن رسول الله أين الرجال؟ يقول: رأيته يحرث البستان بيده وقد استنقعت قدمه في العرق، أين الرجال؟ جعلت فداك. قال: عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي. من؟ قال: جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، آبائي كلهم عمل بيده، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء الصالحين، يشتغل بيده، فهو قدوة لنا وأسوة. في عبادته نقتدي بأن نتعبد ونحرص على العبادة، خصوصا بهذه الليالي العظيمة، ليالي رجب، وأيضا نقدس العمل كما قدسه الإمام. فالإمام كان مقدس للعمل، ما يتكفف الآخرين، ما يسأل الآخرين، يعمل ويشتغل بكد يمينه وعرق جبينه، فهو قدوة لنا أيضا، قدوة لنا في التواضع، بأن الإنسان لا يتكبر، وإنما التواضع هو زينة المؤمن، من تواضع لله رفعه. لكن الإنسان إذا تكبر وتجبر لمجرد أن لديه شيء يتميز به على الآخرين، فقيمته شنو؟ إلى التراب، لا قيمة لهذا الإنسان، ينتهي. الإمام بهر العقول بمعاجزه، ويقول هاشم بن زيد: رأيت الإمام الهادي عليه السلام كما في عيون المعجزات، وقد أتي بأكمه فأبرأه. الأكمه منه؟ يعني من ولدته أمه أعمى ما يشوف، الطب ما يقدر يعالجه، الإمام مسح عليه برأ شاف الدنيا، زين. ورأيته يهيئ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير، عجبت من عنده. قلت: يا ابن رسول الله، أي فرق بينك وبين عيسى بن مريم عليه السلام؟ قال: أنا منه وهو مني. شوف، هو نبي وأنا إمام، والإمامة امتداد إلى شنو؟ إلى النبوة. فمعاجز حدثت على يده،
كرامات، علم عنده، عبادة عنده، أخلاق عنده، كله قدوة وأسوة لكل مؤمن ومؤمنة يتخطى طريقه ويمشي على خطواته النيرة. يجب علينا أن نجعل الإمام الهادي دائما قدوتنا، لا نكتفي فقط بنصب المأتم عليه وعلى مصيبته، فيجب أن نقرأ ولو كتيب بسيط عن حياته الشريفة. ليش؟ لينعكس على واقع حياتنا. لما تقرأ حياة الإمام راح تقتدي به وتسير على خطه. كل ما نقرأه على المنبر هو مجرد رؤوس أقلام، ولكن أنت يجب عليك أن تطلع وتبحث، خصوصا أننا نعيش في زمن العلم بين يدي الإنسان. القرية الكونية موجودة الآن، شنو تريد من معلومات وأنت جالس في مكانك تستطيع أن تصل إليها. زين، فالعلم نور، تنور بهذا العلم وتعرف على أئمتك سلام الله عليهم. يعني مع الأسف اليوم أكو عندنا الجيل الجديد ما يعرف شيء عن الأئمة. تجلس وياه شنو تعرف عن الإمام الهادي؟ ما يعرف شيء. ليش؟ لأنه ما يقرأ، ما يطالع، ما يسأل. فالإنسان إذا ما يقرأ عن أهل البيت يبقى جاهل إلى آخر حياته، ما يعرفهم من يكونون، فقط يعرفهم أسماء وألقاب. ولكن يجب أن من هذه اللحظة أن نتعاهد مع الإمام الهادي أن نجعل أنفسنا مقتدين به، ونجعل أسرنا تسير على خطه، وبيوتنا كلها تعيش نور هذا الإمام والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. بالنتيجة المدينة رأت فيه قدوة وأسوة، ما سمحوا للمتوكل أن يأخذه بكل سهولة. المتوكل لجأ إلى الحيلة، عزل والي المدينة أولا، وبعدين أمر البعثة التي أقبلت إلى المدينة أن تقرأ كتابه على أهل المدينة بأنه لا يريد سوءا بالإمام، وأخذ الإمام بكل سهولة من المدينة، وعينه ترمق قبر جده النبي صلى الله عليه وآله، وهي تترقرق بعبرتها بدمعتها، وودع قبر جدته الزهراء والأئمة الطاهرين من آبائه، والمدينة كلها تصرخ في أمان الله يا ابن رسول الله. بعد ما يرجع ووضع رهن الإقامة الجبرية في سامراء، ولكنه جعل من سامراء مركزا للعلم والمعرفة، خصوصا أهل قم يعرفون أبوه، يعرفون جده، وأقبلوا إلى سامراء ينهلون من علمه، سارت بعلمه الركبان. ارتفعت التقارير مجددا إلى المتوكل بأن الهادي يجمع سلاح ببيته، أموال، يريد يقيد انقلاب على كرسيك ويأخذ السلطة منك، فأمر بالهجوم على داره، فتشوها ما وجدوا شيء، وجدوا الإمام قائما بين يدي ربه. إيه عندك ليالي رجب وشعبان تمتد إلى شهر رمضان، على الأقل كل ليلة قوم صل صلاة الليل حبيبي، اقتدي بإمامي وإمامك. الإمام الهادي شلون كان يتعبد؟ فأخذ على حالته التي كان عليها وجابوه إلى دار المتوكل. فرق بين تلك الدار وهذه، تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. خمرة، ليالي حمراء كلها موجودة عند المتوكل. فأدخل على المتوكل وبيده أجلكم الله كأس الخمر، اشرب. رادهين الإمام كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى القمة العلياء، قال له ما خامرت بدني وجسدي ودمي. إذن أريدك أن تقول لي شعرا، أنا قليل الرواية، لا بد لك من ذلك. فرقي المنصة بأبيه وأمي وأخذ يقرأ أبيات جده أمير المؤمنين علي عليه السلام، باتوا على قلل الأجبار. هذه شلون قصيدة؟ سهام حادة موجهة إلى كل طاغوت ودكتاتور وطاغية في الأرض، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما
ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتجان والحلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. أخذ يبكي المتوكل، رجع الإمام معزز لكن ترك لا، أخذ آديه إلى أن راح إلى الجحيم. وجاء من بعده خلفاء آخرون، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين، إلى أن جاء المعتز لا عزه الله، ضيق على إمامي وإمامك من سجن إلى سجن، طامورة إلى طامورة، وإلى اليوم الطوامير موجودة بالسامراء، روح طب شوفها ظلام. هكذا كانت، والإمام ينيرها بعبادته، فلما أحب الله لقاءه وتصرمت أيامه دس إليه السم القاتل الذي جعله يجود بنفسه ويقبض يمينا وشمالا في دار غربة بعيدا عن أهله عشيرته بلده، لا تجد عنده سوى ابنه الإمام العسكري وأخته جالسة عند رأسه. ترى أخاه قد تغيرت ألوانه، يقبض يمينا شمالا، فترقرقت دمعتها، اختنقت بعبرتها، بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة. اتعاين الهادي لو تفاجع هونينا، اسمع من عندك ون، صاحت يا هادي يا شبه جدك الهادي، لا تجذب الون ترى ذايب افادة، فتح عيونك نغص تشربي وزادي، سهرت عيني والعدو قرت عيونه، الوالي بديار غربة يالوالي تقضت ايامك وتموت، ما واحد حضر لك من عمامك، جاير علينا يا دهر دايم علامك، من دون كل الخلق جرمه ما جنينا، سمال بقلبك يا عزيزي فت قلبي بعدك يا والي، نعس ما اشوف دربي ما ينقضي حزني على مصابك، ونحبي تقضي بغربة ومو حشيت تبقى المدينة. وأخذ يبدي وصاياه، عظم الله أجوركم حتى إذا أتمها عرق جبينه، سكن أنينه وعند احتضار الموت مد يديه أسبل رجليه، أغمض عيني قرأ ياسين ختمها وأطبق فا وفاضت روحه المقدسة، فأين المنادي وإماما؟ صرخ العسكري وابتا شق جيبه، آلي غمض عيونه ومات بديار غريبة، والحسن اجت حسرة وعالي نحيبة، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيبة، تهمل دموعه ويصفج شماله بيمينه، بيد الطاهر غسله والقلب صادق، وبالكفن لفه وبالنعش حطه، والها ضجت عياله بالبكا وصاح المنادي، يا الغرب قوموا شيعوا جنازه ولي،
يلول هادي الغرب ما عنده أحباب، انبعد عن أغلاه وعن الشيعة بلدة تجنى، شبل الحسن تجري دموعه والقرب ذآب، انادي يا ابويا موحش الدنيا علي. هاي ساعة الوداع يا مؤمن، القبر جابه ونزله والدمع هامه، وحبه وصاحه وداعت الله بقلب دامي، وين الذي وصل بني هاشم عمهامه، يخبرهم بفعل العدو والدخر بي. قالي والله يا ابو يا موحش الدنيا، الدنيا علي بديار غربات تجرى، احتوف احتوف ويا المنية بلغ سلام المصطفى خير خيره البرية، قل ترى احنا بالهضم بعدك بقي، اخ بعض بالطيبة مدفون وبعضهم تقبل عزاءنا، اشفي مرضانا اقض حوائجنا، فك كل اسير رد كل غريب، اغفر لنا والجميع عبادك المؤمنين والمؤمنات.